55 عليك. ميرسي بوكو، ميرسي بوكو. مرحبا رامي، مرحبا شيرين. انا اليوم نحب نحكي على ظاهره ولات موجوده برشا ولات تقلقني انا بيرسونيلمون يا امين يا خويا في المجتمع. ظاهره جديده يا امينه نعرفها باش تعجبك السيوره هذيا. راجل عانس فرير، هو راجل اما عانس كيفاش؟ الله اعلم. العمر 37 سنه يا خويا، مازال يعيش في دارهم. امه ليومنا هذا مازال تتغفص له في الخبز في صحفه الحليب، وهو يبدا يبورق خويا وشلاغ متنكت كي البرشني. يا ولدي علاش ما تحبش تعرس يا مواطن؟ فسر لي. كلهم عندهم نفس اللغه. ليه يا خويا صايب عليا معلم؟ انا ناخذ واحده من الصبح لليل وهي تتلكش عليا خويا، ومن بعد تقول لي ديزولي حبيبي هرمونات. شنو يا معلم؟ عمرك شي في حياتك ريت هرمونه مش تعمل في شوبينج براس سمك يا رب؟ عمرك شريت في حياتك زوز هرمونات ماشيين اليد في اليد ويلوجوا على وقيعه ولا على عراف؟ سان اكزيست با، قالت لك هرمونات. تكذب. الرجال العوانس خويا انواع. فرير عانس رقم واحد هو الحنش. الحنش هذا يا خويا يكره العرس. علاش؟ على خاطره يكره المصروف، ما يحبش يصرف. يا ولدي بر امشي عرس يرحم والديك. ليه يا خويا؟ خليني خويا نصرف على روحي، انا مواطن واحد حتى ناكل وحدي. انا ساعه نحب نشيخ، نحب نتمتع، نحب كذا ياخذ في 200,000 في الشهر، نحب نعيش، نحب نسافر من بلاد لبلاد ماكسيموم. وحمنام في مشي مع تحياتنا لحمنام في العزيزه. خويا الباهي اعطاني اكزامبل، قال لي عندي ليك اكزامبل صغير. ولاد خالتي زوز ماك تعرفهم؟ قلت له نعرفهم. قال لي واحد معرس وواحد مش معرس. المعرس شي يمنا فيه، المش معرس كل شتاء يمشي يعمل سكي. هي قلت له المعرس؟ لا، قال لي المعرس يعمل حلال مصاحبي. امال اخويا شنو حوالك انت لهنا؟ الحلال تدخل من الباب، الحب يخرج من الشباك. قلت له انت قلبك ميت معناها ماترياليست، ما عم بالك الجمله. قال لي لا صاحبي انا مانيش ماترياليست، ما بين قوسين راهو عريان وعريان يتقابلوا في الحمام، ما يتقابلوش عند واحد يكتب صديق. فرير راهو كل واحد يكور على روحه. لا ما فماش، هي تلوج في منع اخويا، انا نلوج في منع. شنو قلت له؟ معناها انت قلبك ميت ما تحب الجمله؟ قال لي لا نحب انا اخويا. قال لي نحبه، والمراه اللي نحبها ما نجمش ناخذها لخاطر اكبر مني وماك تعرف العقليه وكذا. قلت له شنو هي المشكله؟ برا اكبر منك. قديش اكبر منك؟ 5 سنين. قال لي اكبر مني بخمسه مليارات. شنو؟ قلت له فريره كيفاش اكبر منك بخمسه مليارات؟ قال لي بنت عرفي يا امين وخي. قال لي بنت عرفي مضروبه فيا، كل ما تشوفني في المعمل تبدا تضحك وحدها. قال لي تبدا تتبسم الفم وغزرات ولوغه ودولاب وعملهم لي كل بي بي بي. قلت له فرير اعطوا نمشيو مع بعضنا نخطبوها. قال لي زعما كلاب؟ قلت له شناقصك فرير نصدمه. صدمنا على دار الراجل خويا، مشينا لدار عرفه يا امين وخي. دار عرفه من داخل فيها رومبوانات يا ابو قلب، داخل في وسط الدار والله. وبعد قدمنا شويه نلقاو الجنينه فيها حيوانات، مش حيوانات نتاعنا، قطوس وفكرونا. لا 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 لا، عندهم غزاله وعندهم طاوس وعندهم قروده فوق الشجر. انا نمشي انا والسيد فوق الجنينه وكل قروده يغزروني يعملوا هكا. انا اخويا وقتها بدا يتيح لي الهواء، قلت له يا مواطن سايب علينا. قال لي وصلنا سيد، خلناش للصاله. دخلنا للصاله قصينا فروج نلقاو صاله اخرى، دار المعلم هذايا ماك تعرف. قعدنا اخويا في الصاله انا وياها في البنك لهنا صاحبي، وقعد المعلم وبنته. المعلم كي روب دو شومبر نمري وكالفازيتو كالدنيا كلها، وبجنبه بنته خويا القطوس. رميت عينينا نلقاها بالرسمي تغزر لصاحبي تضحك له. وليش هو يضحك وانا نضحك؟ يترخفت انا مشيت الامور وكذا، بايها يضحك وهو يعمل له يا حاج راني نحب نخطب البنايه، والحاج باقي يضحك. الناس كل فرحانه وشيخه وكذا وحلينا. قلت هاو جوك هي وكذا. وفي الاخر يدور الراجل بنته قال لها مش قلت لك 1000 مرة ما عادش تضحك على خليقة ربي؟ يا وشنا لك 1000 مرة قلت لك ما عادش تضحك على خليقة ربي يا أمين وخي، والدنيا ظلمت وشادونا يا أبو قلب. هو يضرب وكل قرودة تضرب معاه. آخر حاجة نتفكرها نجري في جنينة ونعمل هكا كي تجيش قتلونا بالضرب خويا. ومن بعد ما عادش والله يا ميقا ما عادش نتفكر شيء من بعد. ومن بعد خويا الغالي الميموار قصت عيني تقلبوا بالضرب، طلعوا جينيريك. ومن بعد دخلت فخت نلقى روحي في السبيطار يا ميقالو تلمو كاوزونا كاوزونا بالضرب. كي فقت نلقى روحي في السبيطار نلقى الطبيب يعمل لي هكا كيرو لو سكوتش. قلت له اش تعمل؟ قال لي نحب نعرف وجهك منين يبدا فرير بالضبط. معناها راني ما فهمتش انا. قلت له
انضرب هكا راسي هكا اخويا. فرير عانس رقم اثنين هو المدك. المدك هذا امه تخاف عليه على الاخر، وللي يوصل سبعة سيس يوم وتهز فيه معاه للحمام، وبعد ما يكمل الحمام تلبسه كالكولون صوف وكذا، نهار في الحمام عرض بنت كلاس وطراف ضربوا له لي بارامتر. سايي الغالي كبر شي شويه، بيان سير كبر شويه خويا، ولا مغروم بقي المسلسلات التركيه، يموت على المسلسلات التركيه يعشقهم. ريت كي يبدا قاعد في بيته يبدا يتفرج في المسلسل التركي، تلمو يبدا منسجم كي مع المسلسل، كي يبدا البطل يدغدغ في البطله هو يبدا يضحك. الفرير شو مدخلك انت يا مواطن؟ انت شو مدخلك؟ يبدا يتفرج ويتسك بنكه من تحت فرشيه، نهار دخلت عليهم وتلقاه يكشخ وحده. اسمع قتله كلمتين عايش ولدي، انت راك كبرت ومصلي عني بي على وليدي محسوب، بدي تو نديد عادل السليمي معناها وقيت معناها لازمك تعرس معناها سي ايه قال المطلوب ماما انا ماما قالت لازمك تختار امراه. قال لي انا ما نعرفش نختار بطيخه، تحبني نختار امراه؟ امبوسيبل كي نختار امراه من بعد تطلع لي بسيكوبات، انا تشد تنطشلي تقتلي بذار بليره مستحيل. قال تحب اقول لك حاجه ماما؟ غزر لها في عينيها كي قال ماما انا راني ما نحبش ناخذ مرارة، نحب اش تحب يا ولدي قتله ما تفجعنيش. يا لطيف قال لا نحب ناخذ دي في دي العشق الممنوع. شترطاف شترطاف من قوة الكف يا أمين، وخاي الجمعة كاملة يقوم من غطاية النوم يزغرط يعاود يرجع يرقد. قتلتكم خويا من قوة الشلبوق يا معلم يا ابو قلب يا ربي مرحبا بيك محذانا فرير عندك مريض. اي اخوي هز التليفون كلمتني امه قالت لي كلاب. قلت روي حاجه لباس؟ قالت لي اسمعني ماك تعرف ولدي راهو ماني عاقل وكذا وراني مسكر عليه مليان هو صغير. هي قلت لها انا شو مدخلني في الموضوع حاجه؟ قالت لي ماني نعرفك معناها ما شاء الله على ولدي كل شهر وكذا. هي مش مشكله مش مشكله هي جا دور بيه فمشي ما يتحل عينيه وكذا. عجبتني الحكايه تعديت له للدار، حسيت روحي علي شورب. ما لا لا ما نمشي كل شهر كل شهر ونص. تعديت له للدار طلع معايا في الكربة، ملي طلع هو يغزر الكربة كي شبيه. قلت له ساه انت شنو مشكلتك مع البنات بالضبط؟ قال لي ما عندي حتى مشكل ساه، ما عندي حتى بروبليم، ديما نسوح ابو كذا ما جوست ما نحبش نقول لها شيست. عندي ديتاي صغير صغير هكا كبروا راني كل ما نخمم في العرس دموعي تهبط وحدها ونولي نبكي بالشاقه، نبكي ونغرد نبكي ونغرد. يا شبيك؟ قلت له تبكي؟ قال لي نحب نبكي. قال لي ما نعرفش علاش. زعما علاش؟ قال لي قلت له تبكي تخمم في العرس؟ قال لي قلت له عندك الحساسات سفرير انت، انت تشوف معناها في المستقبل شنو باش تعمل لك مرتك بالضبط. قلت له اتونسيون العرس. اه مالك تولي تبكي وحدك؟ ما بشلاك هذيك الفين تاع شلاك تقتلك بالضرب على وجهك شلاك يا خويا الغالي. قلت له اتونسيون كي باش تختار مرتك يا امين سايب علينا. قلت له تحب تختار مرتك؟ راهو دوخك راهو لازمك تعرف تختار. قال لي لازمني نكمل نص ديني. قلت له تنجم تكمل نص دينك كيما تنجم تيح بموديل تلعب لك على النص الاولاني تخليك كيكه لا دين لا منه غالي.